السيد محمود جبريل الذي هو رئيس التحالف الحاكم بليبيا، وكانت هذه مناسبة لتقديم بعض الشروحات على التجربة المغربية البرلمانية مبنية على تعدد الأحزاب ومبنية على التجربة التي وصلت أو ستصل قريبا إلى 50 سنة، وعلى مستجدات الدستور الجديد وما يمليه الدستور الجديد من دور جديد على البرلمان في مراقبة الحكومة، في التشريع وفي الدبلوماسية البرلمانية. فلا شك أن هذه الزيارة ستساهم في توطيد العلاقات البرلمانية ما بين المملكة المغربية وليبيا.